تكون مصر وتونس يعني تحملان راية الريادة في التحول الديمقراطي. دكتور رياض، أريد أن أسمع رأيك في عجالة في هذا الموضوع. بالتأكيد بالتأكيد، لأنه ثم مؤشرات الممارسة الديمقراطية، يعني في تونس نتحدث عن ديكتاتورية بن علي، لكن انتخابات المجالس العلمية في الجامعات كانت حرة ديمقراطية، انتخابات اتحاد عام تونسي للشغل والنقابات كانت حرة ديمقراطية. أنا كنت انتخب يعني من الثانوي انتخابات وصندوق اقتراع، وكانت حرة وديمقراطية، هرم السلطة وانتخابات تشريعية التي كانت فاسدة. إذا ثم مؤشرات عديدة جدا في الحداثة السياسية والانتقال الى الحداثه الديمقراطيه. انا متفائل جدا للبلدين، وبخاصه طب يعني وبخاصه انه الثورات كانت سلميه. طيب هذا لماذا تونس ومصر بالذات، يعني لماذا لا تكون لبنان؟ لبنان رغم الانقسامات الطائفيه والحروب الاهليه التي يعني عمرها يتجاوز 3 قرون، الا انها تقدم تجربه ديمقراطيه ربما قل وجودها في الوطن العربي. لبنان يعني في التصنيف تيبولوجي، في تصنيف العلوم السياسيه، لما تتحدث عن الديمقراطيات العربيه، لبنان نضعها في فئة اخرى. لبنان هي ديمقراطية طائفية، هي توازن طائفي دقيق جدا، ولا تقع حرب اهلية وقتل ومقتول. بالنسبة لتونس مثلا، افضل حتى من ناحية مصر في التجانس البشري، كل تونسيين عرب مسلمين سنة مالكيين، يعني ما فيش المسائل الدينية والطائفية. لكن أيضا المجتمعات الحدثية تتجاوز مسائل الدينية والطائفية، احنا مفهوم. في سويسرا بروتستانت وكاثوليك وإلى آخره، ورغم طيب. ذلك ثم ديمقراطية. دكتور عناني، يعني عندما نتحدث عن الخطوات التي يريدها البعض سريعة لبناء دولة حديثة، بعض المثقفين المصريين يتخوف من قيام تحالف بين الجيش والإخوان المسلمين على شاكلة ذلك التحالف الموجود حاليا في باكستان، النموذج الباكستاني. النموذج الباكستاني يخضع لظروف باكستان وكذلك أفغانستان وهامش صغير على لبنان، الذي أسف وهو البلد الذي كان مرشحا لكي يلعب الدور الديمقراطي الأول من حيث الثقافة وبنية المجتمع، لكن القطيعة الطائفية، وقد عشت في بيروت سنوات وأدرك مدى سيطرة وهيمنة هذا الجانب، بحيث أنه ينحي أي تطلعات أخرى غير الوضع القائم مع الأسف. بالنسبة لمصر وتونس والتحالف الذي يجمع بين الإسلام هو الحل وبين قوة الجيش، قابل أنه يطرح. أتخوف أن يقف على قدمي. دكتور عبد الفتاح ماضي، ما المطلوب بشكل عاجل بشكل آني لوضع أسس الدولة الحديثة لكي لا ينحرف ربما المسار لينتج ديكتاتورية تكون شبيهة بتلك التي كانت في نظامي مبارك وبن علي؟ نعم، التحديث السياسي عموما يتجه إلى مسارين أساسيين. مسار يتجه ناحية القيم والمبادئ الحاكمة والمرجعيات، والمسار الآخر نحو المؤسسات. فأنا أتصور أنه البناء المؤسسي والضوابط المؤسسية التي يتفق عليها الآن النخب والقوى السياسية، ده عملية في غاية الأهمية، لكن بمفردها غير يعني كافية، لأنه الجبهة الأخرى، جبهة القيم وجبهة تغيير طرق تفكير الناس وتغيير طرق التعبير عن الآراء وسبل الحوار اللي الزميلة تحدثت عنها في غاية الأهمية. فأنا أتصور أن المعركة بعد الثورات دائماً تتجه نحو القيم من جهة ونحو البناء المؤسسي من جهة أخرى، ولن يتحقق الأمران يعني إلا بتوافق النخب السياسية بشكل أو بآخر. النخب الآن هي جزء، لأن الثورات يقوم بها الشعوب، وفي النهاية من يصنع الدساتير والمؤسسات هي مجموعة قليلة من الناس. هل في وقت في موضوع في عجالة مستقبل شديدة جداً يعني. الريادة دقيقة واحدة، الريادة دقيقة واحدة. الريادة الآن في المجتمعات الحديثة ليست لدول. أنا لا أتصور أن مصر ستحقق نهضة بمفردها، ولا تونس ولا قطر ولا السعودية وكذا. الدول تتكتل، ومن يتكتل هم الديمقراطيات فقط. فبناء أنظمة حديثة سيؤدي أعتقد في القريب العاجل إلى ظهور تكتلات عربية هي التي سيكون لها الريادة أو يعني تقود المسير. طيب بثوابت الأمة أنه انحياز للإسلاميين. طيب لا أدري إن كان الصوت قد وصل. طب خذ المايك لو سمحت. لماذا يسمى تمسك الجيش
أو انحياز الجيش لثوابت الأمة الثابتة بأنه انحياز الإسلاميين. طيب دكتور رياض، لو أسمع منك إجابة مختصرة عن هذا السؤال. يعني والله لا أستطيع أن، يعني أنا حسب رأيي مؤسسة الجيش يجب أن تكون محايدة، هي الضمان الدستوري للديمقراطية. لماذا؟ لأنه مثلا في بريطانيا في الديمقراطيات العريقة هذه هو الدستور، في بعض الأحيان الدستور البريطاني غير مكتوب أصلا عرفي، لكن ثم يعني تقديس لهذا الدستور. في فرنسا حاولت دبابات أن تطيح بشارل ديغول محاولة انقلاب بسبب الجزائر، لكن الدستور والولاء للدستور والوطن أوقف ذلك. إذن نحن ليست لدينا هذه العادات والتقاليد الدستورانية، فإذن المؤسسة العسكرية يجب أن تبقى محايدة وتحمي الدولة وليست طرفا في النزاع. شكرا جزيلا لضيوفنا الدكتور عبد الفتاح ماضي، أستاذ مساعد في العلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، أستاذة أمنية الجميل باحثة في وحدة الدراسات المستقبلية في مكتبة الإسكندرية، والدكتور رياض الصداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، والدكتور محمد زكريا عناني الأستاذ في جامعة الإسكندرية. شكرا لكم جميعا، كما أشكر الحضور الكريم ومشاهدينا الأعزاء. لكم كل التحية من فريق البرنامج ومني عمرو عبد الحميد. اللقاء.